خاطرها في المنطقة. رعد وردع رسالتان يحملهما الحدث الأكبر والأضخم عددا وعتادا في منطقة الشرق الأوسط. مناورات رعد الشمال العسكرية التي تشارك بها 20 راية عربية وإسلامية إضافة إلى قوات درع الجزيرة، ما جعلها الأكبر في تاريخ المنطقة بكل ما تحمله من رسائل استعداد وتعبئة ضد كل من يحاول العبث أو المساس بأمن دولنا العربية والإسلامية. هي مناورات امتد صداها ليصل أصقاع الدنيا وتعدى وقع خطوات جنودها الثابتة كل الحدود، حيث شاركت في هذه المناورات جيوش عربية وإسلامية بأجهزتها المتطورة وأسلحتها المدفعية ودباباتها ومنظومات دفاعها الجوي، لتقول بصوت عال: ها نحن هنا صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد في وجه أي أخطار أو تحديات. وذلك بمشاركة عدة فروع عسكرية هي سلاح المدفعية والدبابات والمشاة ومنظمات الدفاع الجوي والقوات البحرية، ناهيك عن مشاركة 20,000 دبابة وأكثر من 2500 طائرة مقاتلة و460 طائرة مروحية ومئات السفن و350 ألف جندي، لتكون مناورات رعد الشمال أكبر تجمع عسكري عربي إسلامي تشهده المنطقة، إذ استغرق وصول القوات إلى منطقة الحشد 3 أيام وتم التدريب على المهمة خلال 15 يوما. وقد حققت هذه المناورات أهدافها التي وضعت لها بدءا من رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر القتالية المشاركة وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول، وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ مهمات مشتركة بين قوات الدول المشاركة. انتهت مناورات رعد الشمال باحتفال شارك فيه العديد من قادة الدول العربية والإسلامية الـ20 المشاركة في التمرين بعزيمة أكبر مما بدأت به وبإصرار أكثر على وحدة المصير والهدف بين الدول المشاركة ضد كل ما يعتريها ما مثل تلاحما بين الدول المشاركة، لتدريب قواتها على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية والجماعات الإرهابية وتدريب القوات من نمط العمليات التقليدية إلى ما يسمى بالعمليات منخفضة الشدة. وفي ظل تنامي التهديدات الإرهابية وما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني، أكدت الدول المشاركة في التمرين على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من كل الأخطار التي تحيط بها ومن كل يد حاقدة تمتد إلى بلداننا.